السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا شكرا لكاع المتتبعين، وصلنا ل 3000 متابع ومتابعة. إذا حنا في رحلة 10000 قبل ما غنبداو يعني القناة بشكل رسمي. إن فوا غنوصلو 10000 فحنا غنبداو ديك الساعة القناة بشكل رسمي، غيكونوا فيديوهات احترافية، مونتاج احترافي وكذا، غادي يعني يكون كونتوني احترافي ان شاء الله. المهم بزاف الناس كتسال حول محتوى القناه، محتوى القناه راه باين من الاسم ديالها، ذا اكسبيرت بالدارجه او الخبير بالدارجه. انا اي دومين ممكن كنفهم فيه فانا كنقدم فيه محتوى، كنفهم فيه كنقولها ونعاودها كنفهم فيه، حيت بزاف ديال الناس من بعد الفيديو اللي حطيناه يعني وحقق واحد الصيد كبير للفيديو ديال جيفونتوز وكيفاش تسجل، وجبت لكم اللي منين تسجلوا يعني، وهذا الشيء كيدي لجيفونتوز السيت الرسمي ديالهم يعني الامتداد ديالو في السيت الرسمي، واكاديمي جيفونتوز راوند ترينين مروكو جوين اس يعني انضم الينا في رحلتنا زعما المغرب او رحله ترينين في المغرب او شي حاجه بحال هكا. المهم بزاف ديال الناس شككات في الامر، فاذا بي اليوم جيت باش نشرح لك داك الشيء طاب باغي طاب يعني، ونبين لك حتى كيفاش تسجل وكيفاش كتكون عمليه التسجيل وكيفاش يعني كيفاش كيمر داك الشيء من ا لزد. دابا كاع لي زاكاديمي او كاع النوادي الكرويه او داكشي فهم كيدخلوا فلوس مزيانه من هاد لي زاكاديمي او هاد الفروع ديال الاكاديميه ديالهم اللي كيتحلوا في بعض البلدان الفقيره او بعض الدول الافريقيه او بعض يعني الدول الاسيويه الفقيره او الغنيه وما الى ذلك. المهم هما راه كيدخلوا فلوس مزيانه من خلال هاد القضيه اللي كيحلوا نوادي وكيحلوا دي زاكاديمي، لكن كاين بروغرام، هما عندهم جوج بروغرامات، عندهم البروغرام المدفوع اللي انت فاش كتدخل كتخلص بالنسبه للمغرب. المهم السن باش نعطيك المعلومه، مغرب السن من 6 سنوات حتى 13 سنه فانت كتخلص 600 درهم فيها البدله الرياضيه فيها كلشي، من 13 سنه حتى 17 سنه فانت كتخلص 800 درهم في الشهر، وي في الشهر بالنسبه لنادي جيفونتيس. لكن كاين من شهر 7 لشهر 9، هاد العام تحلات في شهر 6، مهم من شهر 7 لشهر 9 كتحل واحد الباب، هذيك الباب هي اللي حنا كنبروفيتيو فيها، هذيك الباب هي اللي حنايا كتهمنا. اما المدفوع انا من عندي نقول لك ما تمشيش، فهمت؟ فاش نشرح لك شي اكاديميه مدفوعه من عندي نقول لك ما تمشيش، الا الا كنتي عاوتاني انت ذكي فهمتي، غتمشي غتسجل وغتبين لهم الموهبه ديالك، ابخي ما غاديش تبقى تخلص فهمتي، وتقول لهم انا ياك شافوا عندك الموهبه فهم غيقلبوا لك البروغرام. المهم ما عليناش، دابا حنايا في المهم هو انه كاين واحد البروغرام تيخرج من شهر 6 من شهر 7 لشهر 9 يعني من يوليو اغسطس وشتنبر، هذاك البروغرام كيخرج كتسجل يعني في شهر 9 8 او 9 9 يعني مع بدايه السنه الدراسيه، فهما كيستدعيوكم هذوك الناس اللي كيتسجلوا في البروغرام المجاني، حيت كاين البروغرام المدفوع كما قلت لكم وكاين البروغرام المجاني. اجي نديروا واحد الاطلاله خفيفه في ايامات فاش تحلات الاكاديميه، ايامات فاش تحلات الاكاديميه في المغرب 2016 2017 فكما كنشوفوا هنا قبل 5 سنوات 2017 2018. ف الخليط ولا لو ميكس سبار نجيو لهنا بعدا. الوليدات كناخذوهم على نفقات النادي، يمشيو بعيد في كره القدم، فهاد الوليدات كناخذوهم على نفقات النادي، على نفقات عوده حيت راه كاين اللي ما سمعش. فهاد الوليدات كناخذوهم على نفقات النادي، على نفقات الاكاديميه. فهاد الوليدات كناخذوهم على نفقات النادي، على نفقات الاكاديميه. شكون هما هاد الوليدات اللي كياخذوا على نفقات النادي؟ سمح واحد المستوى واللي كيبانوا لنا عندهم القدرات، باش نحاولوا اننا نشوفوا اللاعبين اللي عندهم واحد المستوى واللي كيبانوا لنا عندهم القدرات باش انهم يمشيو بعيد في كره القدم. فهاد الوليدات كناخذوهم على نفقات النادي. اوكي قلنا خويا امتى كتحل باب التسجيل معنا؟ دونك تيكون فيه تيست تكنيك، الفروع ديالنا اللي عبر المغرب كاين الامكانيه ان كيجيو الوليدات كيدوزوا واحد الاختبار معنا، دونك تيكون فيه ان تيست تكنيك ان تيست تاكتيك، وكنحاولوا اننا نشوفوا اللاعبين اللي عندهم واحد المستوى واللي كيبانوا لنا عندهم القدرات باش انهم يمشيو بعيد في كره القدم. فهاد الوليدات كناخذوهم على نفقات النادي، على نفقات الاكاديميه. يعني هادشي شنو كيعني؟ كيعني انهم كاينين دو بروغرام، اجي تسمعوا.
باش غادي يكونوا مغاربه. الهدف من هذا الابيل المغاربه لان بغينا نشتغلوا بلا ميثودولوجي ام لي اكسيسيبل لكاع انا جوج ديال لي بروغرام او نيفو دابا البروغرام المدفوع راه يقدر اي واحد يدخل واخا تكون لا تفقه شيئا في الكره غتدخل غيعلموك اساسيات كره القدم ولكن هما راه كيعلموك ولكن لا يضمنون لك انك غتمشي شي نادي كبير عكس انك اذا كانت في رجلك الموهبه وقبلوك هما يعني هما غيخلصوا عليك كلشي فهما خصهم ضروري يسوقوك ديال الاكاديمي كاين ان بروغرام لي اكسيسيبل لكاع الناس اللي غادي يكون بيان سور سي ان بروغرام كي بيان غادي يكون 600 درهم المهم اللي ما كيفهمش فرونسي فهو قال لك واحد البروغرام اللي غتخلصوا غتخلص عليه ب 600 درهم لو موا غادي يكون 600 للشهر درهم لو موا زياده على هذا غادي تكون البدله الرياضيه لاسورونس ديال الوليدات كاين ان بروغرام اللي غادي يكون 100% غراتوي هذا بالنسبه للوليدات اللي ما غاديش يكون عندهم واحد لي مويان فينانسي باش انهم يلتحقوا بالاكاديميه ولكن عندهم واحد المؤهلات وكيشوفوا المدربين بانهم عندهم واحد القدرات باش انهم يلعبوا الكره وانهم يمشيوا بعيد في التكوين ديالهم اوكي يعني فجبت لك انا الموقع جبت لك الموقع الدخول غتسجل فيه هذا الموقع في التالي ديال شهر 8 بدايه شهر 9 كيبداو يعيطوا كيبداو يعيطوا للدراري اللي يعني عمروا هاد الاستمارات بشكل جيد وسجلوا هنا في هاد النوتس فراه مهمه تقدر تكون اهم بلاصه هاد النوتس خصك تسجل فيها النوادي اللي لعبتي فيها فهمتي والحوايج اللي غتخليهم هما يقبلوا الطلب ديالك فهمتين كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا عليا اذا طريقه التسجيل طريقه التسجيل راه ديجا شرحتها غنعاود نشرحها ما كاين باس غير في سبيل انها تعم المعلومه واني كنجيب لكم يعني فيديوهات حصريه ما تلقاهاش في بلاصه اخرى مشو غتلقى في بلاصه اخرى مثلا كيشرح لك كيقول لك ها امتى كيتحلوها كذا ولكن ما يعطيكش بحال هاد ليليان حيت هاد ليليان صعيب انك تلقاهم وبالرجوله صعيب انك تلقاهم مهم عندنا هنا player first name player family name يعني اسمية والكنية كذا عندنا هنايا انك تسجل في السيت حسن انك تمشي مباشرة علاش فاش كتسجل في السيت فالباز ديال لي دوني تقدر تكون يعني فهمتي عامة يعني يقدر يشوفها تم غير الناس اللي كتكون غير اون كونتاكت معهم مغاربة يعني كتكون عندك فرصة اكثر عندك سيدي الفيرست نيم عندنا الفاميلي نيم او لاست نيم عندنا شنو عندنا موراه عندنا دات اوف بيرت او ديت اوف بيرت يعني هو تاريخ الازدياد عندنا كذلك بليس اوف بيرت يعني فين خلقيتي البيرنت ايميل ادريس يعني الاب ديالك او الام ديالك الايميل ادريس ديالها بالنسبه للقاصرين حيت 17 عام هنا اخر سن بيرنتس فون نمبر يعني الرقم ديال والديك والنوتس هنايا غتعبئ فيها كل شيء ديالك عادي انها تكون بالعربيه كنظن راه السيت الشيء يعني كيدعموا حتى العربيه او ديرها بالفرنسي او ديرها بالانجلي اللي بان لك انا نخلي لكم كاع لي لين في الديسكريبسيون مازال غنديروا شرح اكثر بالنسبه لهذا الموضوع كنتمنى ان الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم الى عجبتكم مازال ديروا لايك وسبسكرايب وان شاء الله في طريقنا ل 10000 متابع شكرا لكم والى اللقاء